The line is come back. ننتظر. The line is come back. هكذا هنا سنتابع صورة الأسد. صورة الأسد. إبداع وإبداع. صورة جميلة جدا. لوحة فنية من صنع مغربي. لوحة فنية من صنع مغربي. لوحة فنية والله رائعة جدا. صرنا أصحاب الإبداع في القارة الإفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات في التيفو. صرنا نبدع في الملاعب المغربية بتيفوات جميلة جدا. برافو يا مبدعين. برافو يا من صنعوا هذا الحدث. يا من صنعوا هذه الصورة الجميلة. صورة الأسد. صورة إفريقيا. كامباك. عائدون إن شاء الله إلى القارة الإفريقية لا محالة. صورة جميلة. أغلى 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 بشيء كثير. أغلى 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 وبثمن كبير جدا من لوحات بيكاسو. أغلى لدى الجماهير المغربية صدقوني. صورة جميلة جدا معبرة بشكل كبير. إذا مشاهدينا الكرام لحظات لحظات تفصلنا عن البداية. لحظات تفصلنا عن الفرحة إن شاء الله. لحظات جميلة جدا. برافو يا صانعي هذا التيفو. برافو يا مبدعين ولكل الجمهور المغربي الذي شارك في هذا الإبداع.